للوزير المالية الياباني يقول فيها بأنه تراجع الين الأخير كان سريع وغير مرغوب فيه. على كل، للمزيد حول هذه التداولات ينضم إلينا مباشرة من أبو ظبي نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities. نور الدين، أهلا وسهلا بك. لنبدأ مع البنك المركزي الأوروبي، إذا سمعنا تصريحات ماريو دراغي في نهاية الأسبوع الماضي، هل نتوقع إجراءات تحفيزية جديدة ابتداء من الاجتماع المقبل للبنك المركزي، وهل نتوقع شراء سندات سيادية؟ هذه هي يمكن تكون آخر كرت أو آخر بطاقة لدى ماريو دراغي خلال الفترة المقبلة، بعد ما شهدنا انخفاضات حادة بالبزنس كونديشنز أو اللي هي مؤشرات مديرية المشتريات في كل من قطاع الصناعات التحويلية وأيضا قطاع الخدمات التي شهدت في ألمانيا انخفاضا حادا من جديد، وصلنا إلى مستويات 50 مرة أخرى. لذلك هذه الأرقام التي كان ماريو دراغي يعول عليها في بداية العام الجاري، أنه لم نشهد خلال بداية العام أي يعني تدهور في هذه الأرقام، لكن منذ أن شهدنا هذا التدهور بدأنا بالفعل بالمزيد من الإجراءات. لذلك إما أن سيكون التدخل خلال اجتماع ديسمبر المقبل أو سيكون في بداية العام المقبل، مع أنه هناك بعض الأعضاء في البنك المركزي الأوروبي غير موافقين على أن يكون هناك في مزيد من التدخل ويطالبون أن يكون هناك في نوع من التروي. لكن في الوقت الحالي لا يوجد هناك لدى البنك المركزي الأوروبي الكثير من الوقت للتروي، لأنه وصلنا إلى حالة قريبة من الديفليشن، ولا ننسى أنه تباطؤ الاقتصاد العالمي سواء ما حصل أيضا في الصين مؤخرا واليابان بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي لا يعطي البنك المركزي الكثير من الوقت للتدخل بوقت يعني بعد ديسمبر، أكثر ما يحفز عليه الوقت بأن يكون هناك التدخل في ديسمبر المقبل. نور الدين، بنفس الوقت أنت عم تتحدث عن الأرقام الاقتصادية الضعيفة، بنفس الوقت آخر رقمين من ألمانيا الآيفو والزد إي دبليو تأتي قوية وأفضل بكثير من التوقعات، هل ممكن أن يعني تغير الصورة بداية لأرقام الجي دي بي يوم غد من ألمانيا، وأيضا هل ممكن أن تؤثر ربما على قرار Mario Draghi؟ في الوقت الحالي نستبعد ذلك، لأنه هذا الارتفاع الذي شهدناه هو أول ارتفاع منذ 6 أشهر، ولا يعني تغير في الاتجاه المنخفض الذي شهدناه خلال 7 أشهر الماضية. لذلك لا نعتقد أن يكون هناك في تغير كبير. لا ننسى أيضا أن السانكشنز أو اللي هي العقوبات من روسيا على الاتحاد الأوروبي تؤثر بشكل كبير في الصادرات الألمانية. هذا الشيء لن يغير في الوقت الحالي أي شيء أو أي تغير في الوقت الحالي، لكن نتوقع إما أن يكون التدخل في ديسمبر أو سيكون التدخل في يناير مع بداية العام المقبل. لننتقل إلى موضوع آخر هام، خطوة البنك المركزي الصيني بخفض سعر الفائدة في أول خطوة مثل هذا النوع منذ عامين. الآن هناك حديث بأنه ممكن أن نرى خطوة مماثلة، ما رأيك؟ بالتأكيد هذا الشيء لم يكن شيء يعني مفاجئ بالنسبة لدينا. ذكرنا على القناة العربية يوم 10 نوفمبر أنه نستبعد أن يكون هناك في إجراءات تحفيزية، بينما سيعود البنك المركزي للجوء إلى تخفيض معدلات الفائدة، إما الفائدة العامة أو معدلات اللي هي الريزيرف ريكويرمنت ريشيو أو نسبة الاحتياط الإلزامي للبنوك. الذي حصل الآن هي تخفيض الفائدة، هذا الشيء يعتبر نوع جيد، لكن يشير بشكل واضح إلى أن الحكومة والبنك المركزي الآن أصبحوا نوعا ما يعني متخوفين جدا من النظرة نحو الاقتصاد، هذا من جهة. أيضا يشير إلى أنه بالرغم من كل الليكويديتي انجكشن أو كل الضخ السيولة التي قام بها خلال الفترة الماضية، أصبحت إفكت أو يعني بغير ليس لا يوجد لها تأثير كبير في تحفيز الاقتصاد. لذلك يعني خطوة مماثلة من قبل باقي البنوك أو بنوك أخرى ممكن أن يحصل خلال الأشهر المقبلة في ظل وجود المزيد من التوترات والمزيد أيضا من الإشارات التي تشير الآن إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي بوتيرة أسرع مما يتوقعه المحللون على الأقل. نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل آخر نتابع من بعده.